انتظار عودة جورج غانم من السفر بدي بلش حلقة الليلة اللي نستقبل فيها بالمحور الثاني زملاء بالإعلام والفن ترشحوا لانتخابات نيابية. نبدأ الحديث عن فيلم إناف خلص الذي يعرض في ساحة شهداء في بيروت هذا السبت 9 مساء. الفيلم لديزي جدعون، طبعا تبعتوا كلكم النقاشات عرض هذا الفيلم مجانا، وسيعرض أيضا يوم الأحد 3 بعد الظهر بساحة علاء أبو فخر بمنطقة الشويفات. هالفيلم اللي نالت الموسيقى اللي عملها الشاب المبدع جورج تومب جائزتين عليها بأمريكا، من هني ديزي جدعون عليها ومن هني جورج تومب. أهلا وسهلا فيك ديزي، وشكرا على هالموتيفيشن البعدة للبلد ومحبتك للبلد. يعني أنا بعرف أنه عم تشتغلي على هالدوكيومنتري من حوالي بعتقد 4 سنين. أي متى بلشتي؟ الريسيرش بلش ب2016 بس التصوير بلش ب2017. ريسيرش عم تحكي عن شو؟ أنت دارسي علوم سياسية وبعدين اشتغلتي صحافي بلندن، بس ليش بلشتي تعملي دوكيومنتري عن لبنان؟ بلشت من زمان اغتص بالقصة الشرق الأوسط وخصوصي بلبنان من 30 سنة، اختصاصي هالدرس. بس هالفيلم اللي بلشته من 2016 والله بلشته مفكرة انه لبنان صار جنة. يعني فكرت جاي على لبنان اعمل فيلم عن كيف تحسن لبنان بعد الحرب. بس وقت جيت بال 2017 برمت 6 جماع وحكيت مع ناس من كل الطوائف وكل الطرف لبنان، عرفت انه القصة كتير فرق عن كنا. شو اكتشفتي؟ انه في تعب وزعل وهم على الشعب، في بعيونهم ما بحديثهم، بعيونهم انه في كتير اشياء ما عم بيقدروا يحكوا. في خوف على المستقبل حسيتي ديزي؟ نعم. طيب شو كانت برايورديز تبعهم؟ شو ابرز مخاوفهم، اقتصادية ام سياسية؟ لا اقتصادي وحياة، يعني مستقبل وكيف لح يكملوا. أوكي. And الصعوب الحياة بلبنان. و قال لي شخص طلع بعيوني قال لي لح توصلي لنا القصة المضبوط المسج. طيب وصلتي خلاص إناف، ليش خلاص؟ الاسم طلع بعد الانفجار المرفأ. أوكي. لأن اسم كان غير شيء، بس وقت وصلنا للانفجار المرفأ يعني بعد كل اللي مرقنا فيه بهال4-5 سنين والقبله، يعني هالانفجار يعني ما في غير كلمة بتعمل summary مثل خلاص، مثل enough. عن موقفنا، وضعنا، هم ال pain، يعني الزعل، كل شيء، الألم، الحزن. yeah. طيب حضرتك صحفية اشتغلتي بلندن، يعني كتير صعب تكتبي تاريخ، يعني عم تحكي history، عم تحكي وثائقي، بده صعب تكوني objective كمان فيه. كيف قدرتي كنتي objective بهذا الدوكيومنتري؟ صعبة. أو ما كنتي أخذتي موقف؟ أخذت موقف مع الشعب، مع الشعب اللبناني، مع الشعب المغتربين اللبنانية، لأن أنا جيت من قبل الشعب، أنا جاية من قبل شعب المغتربين واللبنانية. وقت قعدت مع السياسيين عملت المقابلات، أنا جاية توجه تسألهم سؤالات الجايين من الشعب. أوكي. مني أنا كتبتهم من وجهة نظر بعد 2 سنين، يعني أوقات أخذت معي 2 سنين أوصل للحريري ومحمد فنيش، ويعني افعل قدي وصلتي، مروحة كبيرة. طيب ليش أخذتوا قرار تعرضوه قبل الانتخابات النيابية؟ مهمة كتير. ليش؟ تقولي للناس أول شيء عرضتي ببلاش بكل السينمايات، نعمل ديبيتس حوله. اليوم مثل ما فهمنا من الأستاذ خليل دني كتلة ثورية رح ينعرض كمان بكل ساحات الثورة. من هلا الانتخابات حتى الـ MTV رح تعرضه قبل الانتخابات ب5 أيام. عمليا ليش قبل الانتخابات؟ هو خلص سنة الماضي وربح جائزة كان بجولاي سنة الماضي وأخذ 14 جائزة. بس قلت هو منه فيلم، هو منه موفي، it's a movement. هو حركة. والنتيجة إنه عارفة إنه إذا بنعرض قبل هالوقت، إذا نعرض سنة الماضي التحمس
the anger وال يعني الحركة اللي بدي يعني طلعها من الشعب بعد ما يشوف الفيلم بركي يخف إذا عرضته قبل. قررنا إنه نطلعه هلأ بهالوقت قبل الانتخابات بالست جماع تيوصلوا للانتخابات تيكونوا عارفين فهمانين إن شاء الله وافقين. شو بدك من الناس يعملوا بالانتخابات؟ أنا بديهم يفهموا إنه يفهموا كيف وصلنا لهون، كيف البلد ونحن وصلنا لهون. أنت برأيي كيف وصلوا الناس لهون؟ يعني خلاصة الفيلم كيف وصلوا الناس لهون؟ ما بدي أعطي السر بس لأن هي قصة وقصة منها. أنت باني على دوكيو دراما كمان؟ يعني منها دوكيو دراما بس هي مثل دراما. لبنان قصة دراما بس بنوصل لهون من نرجع لورا تنعرف كيف وصلنا لهون. يعني أنا كنت حابب أني بعتي لي اللينك حتى أحضره تقدر ناقشك أكثر فيه. بدي مسي على زميلنا موريس مرحبا مبارك سيد موريس اهلا وسهلا فيك اذا عندك شي سؤال كمان تطرحه على دايزي بس انا حابب اني احضر بساحه شهداء نهار السبت مع الناس هذا الفيلم تقدر كون كمان هذه الفيلم كون ممنونتك اذا بت هيدا بيشرفنا دايزي خاصه انك مثل ما فهمت يعني بوقت انه في ناس حابين يهاجروا انت اخذت القرار بتلك مثل اسعد رشتين رح يكون معنا بعد شوي ترجع على لبنان تركي اولادك هونيك وجاي على البلد نعم ليه لأن أنا كتر خير الله وصلت على محل بحياتي بقدر أقدم وهلأ طلب يعني أنا مطلوب مني أقدم للبنان وأنا بشغلي الصحفية بقدر فهم هيدا شغلي وأنا مضطر أعمل هالشغل عم بتقولين للناس ما ينتخبوا سياسيين؟ عم بقول لهم الناس ينتخبوا تغيير لأن إذا ما منتخب تغيير رح نضل مثل ما نحن عرفت انك جايبتينا شيء مع ماجد بعتقد جايبتنا سوفينير قبل ما فيني اقرب عليك ولك انا بدي اقرب عليك يا دايزي شو بيطلع له موريس ايه في حلو موريس بيشتغل اقتصاد طارق انا وياك مش اصلا اهم شيء كاسكيتات اوكي بس هيدا اهم شيء الماس بدك تسكتي اوكي 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 وبعدين في مثلي انف سكوت مارتل اوكي تيشيرت لألك نعم بس ما بعرف إذا بتيجي علي دبل إكس وشابو وعم نوزعن لكل الناس اللي عم يجوا على مين عم بيقول لك هالفيلم نحن كثير مش قولي للناس من وين التمويل أكتر شيء مني بس في لبنانية من المغتربين عرفوا شو عم نعمل وساعدونا تحية لأهلنا بأستراليا اللي ما وفروا أستراليا بأمريكا بأفريقيا ما وفروا ولا لحظة أنه يدعموا هالبلد الحزين خاصة بعد انفجار البول رح شيل ماس لأقدر شوفك مزبوط بتشوفيني أنت مزبوط نحن رح نشوف بدك تسأل سؤال موريس بيروح من قصتك من وقتك المغتربين بيدعموا البلد والبلد بيطرقوا للمصريات واو هيدا الهيركات شفتي عندك مصاري محجوزين هون لا انا البابا من غريتي بالفوائد ابدا دايزي انا بدي اقول لك يعطيك الف عافيه نحن فخورين بناس مثلك هالقد موتيفيتد للبلد شكرا لك لمحبتك للبلد ونحن حدك بدي اشكر خليل اللي هالقد حامل هالرساله وكثار من الناس امنوا فيك رح نحضر الفيلم سوا رح نشوف دعايه الفيلم فيديو كليب صغير حتى اقول ونحن سوا ان الله راد السبت الساعه 9 بساحه الشهداء ثانك يو لك دايز شكرا كثير ثانك يو شكرا دير لبنان خلص خلونا ما ننسى خلونا ما نندم ضروري نجتمع مرة جديدة كرمال لبنان لنحضر مع بعض فيلم كيناف مع المخرجة دايزي جدعون السبت 23 نيسان الساعة 9 المساء بساحة الشهداء ببيروت الأحد 24 نيسان الساعة 3 بعد الظهر بساحة الشهيد علاء أبو فخر بشويفات وجودكم بيصنع الفرق كونوا كتار